بنك المعرفة كان بيتعمل، والوزارة تعاونت والدكتور الهلالي تعاون قدر الإمكان، اللي عنده حاجات كتيرة جدا، وموضوع كان جديد كمان، فإحنا مضطرين نركز على إن احنا نبني حاجة من جديد، ولا زلنا يعني. والوزارة ماشية في خطة، هي مش سهلة تروح دلوقتي فعلا، والرئيس بيحاول وهو يعمل ذلك، بيحاول اختياراته بيعملها إنه يرتب يعني عاوز يكبر بقى يجري بالمشروع. فالمشروع هينتقل للوزارة، هو انتقل يعني للوزارة، وبالتالي هنقعد لسه بقى مع بعض ونشوف امتى نقدر ندخله في أنه سنة في أنه منهج جرادولي، بحيث مع الوقت والبنية الأساسية شكلها إيه في الحتة اللي ندخله فيها، وحاجات من هذا القبيل. بس المستقبل يعني شكله في إيدينا أدوات، في حاجات ظريفة بتتعمل، في حاجات الناس تقدر تشوفها نسبيا بسرعة، يعني تحسن كبير في تدريس الرياضيات، تحسن كبير في تدريس العلوم، مصادر جديدة، أسلوب جديد في الفصل، والمدرس خلال التدريب ده بيدرس بطريقة جديدة، حاجات زي كده. فإن شاء الله الأخير